أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. ضغوطات دولية على الوفد الحكومي لاستئناف الجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت. الجيش يسيطر على منطقة مهمة في صرواح و18 قتيلا في معارك نهم بصنعاء. السفارة اليمنية في أنقرة تؤكد سلامة جميع اليمنيين جراء الأحداث التي تشهدها تركيا. قالت مصادر إعلامية أن ضغوطات دولية كبيرة تمارس على الحكومة اليمنية للعودة إلى مشاورات الكويت التي ترعاها الأمم المتحدة. وبحسب المصادر فإن الحكومة اليمنية لا تزال متمسكة بطلب ضمانات لنجاح الجولة الثانية من مشاورات السلام بالكويت، وأن الوفد الحكومي سيشارك في المشاورات بعد الحصول على ضمانات للحل. من جانبه قال المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية نصر طه مصطفى إن الحكومة تعرضت لضغوط كبيرة وغير مسبوقة لتمرير الانقلاب والقبول به. وأوضح مصطفى أن موعد انعقاد المشاورات على الأرجح سيتأجل بضعة أسابيع لمزيد من التأني في الإعداد الذي طالب به الرئيس هادي وحكومته. وأشار إلى أن قرار الحكومة يأتي نظرا لحصيلة الجولة الأولى من المشاورات التي لم تسفر عن أي تقدم بسبب الاستراتيجية الثابتة في إضاعة الوقت وتثبيت الأوضاع على الأرض وتغيير بنية الجهاز العسكري والأمني والمدني للدولة. على صعيد متصل، قال عضو الوفد الحكومي في المشاورات عبد العزيز جباري إن الحكومة أقرت عدم الذهاب للمشاورات ما لم تنفذ الاتفاقية التي وقعت، ومنها فتح الممرات الآمنة عن المدن المحاصرة وإطلاق المعتقلين. وأكد جباري أن الحكومة حريصة على العملية السياسية وأن إقرار عدم المشاركة في المشاورات لا يلغي التحرك العسكري على الأرض، لافتا إلى أنه ليس أمام الشعب خيار سوى الدفاع عن نفسه وعن حكومته ومؤسساته. الطريق إلى الكويت ليس سالكا بعد، ولا يبدو أنه سيكون جاهزا في وقت قريب. الأمم المتحدة التي أعلنت على لسان المتحدث باسم الأمين العام أن محادثات الكويت ستستأنف السبت، لا يبدو أنها كانت تستند إلى وقائع بقدر ما يشير التصريح إلى حالة ضغط يمارسها المجتمع الدولي على الحكومة لدفعها للتخلي عن اشتراطاتها والعودة إلى طاولة المحادثات. في الوقت ذاته كانت الحكومة تقر رفضها التام للذهاب إلى الكويت ما لم يقدم المبعوث الأممي ضمانات بالالتزام بمرجعيات المحادثات بجانب تنفيذ الميليشيا للاتفاقات السابقة والتي تتضمن إطلاق المختطفين وفتح ممرات آمنة، وهي عودة إلى نقطة البداية التي لم تتجاوز المحادثات خلال أكثر من شهرين في الكويت. هذا الموقف المتزامن مع إعلان الأمم المتحدة استئناف المحادثات يحمل في طياته رسالة قوية من الحكومة للمبعوث الأممي وللمجتمع الدولي بأن الحكومة جادة في مطالبها هذه المرة، وأن التنازلات التي قدمتها سابقا في سبيل إنجاح مشاورات السلام لم يعد لها مجالا الآن بعد أن استنفذت المشاورات كل التنازلات دون أي تقدم يذكر. في هذه الأثناء سيكون الرئيس هادي قد التقى المبعوث الأممي، ومن الواضح أن ولد الشيخ لن يحمل معه أي جديد سوى الحديث عما بحثه مع سلطات الميليشيا في صنعاء، معتمدا في ذلك على تجاربه السابقة مع الحكومة التي سرعان ما تعلن تجاوبها مع مساعي الوسيط الأممي وضغوط المجتمع الدولي. ولكن يبدو أن ذلك لن يحدث هذه المرة، إذ أنه ما من خيار أمام الحكومة سوى الإصرار على موقفها بعد أن وضح أن كل الخيارات أحلاها مر. ومعنا من الرياض الناشط السياسي فيصل المجيدي. أستاذ فيصل، أهلا بك معنا في هذه النشرة. ربما هناك وسائل إعلام تحدثت بأن وفد الشرعية سيغادر الليلة إلى الكويت للمشاركة، كيف تقرأ إعلان الحكومة قبل تقريبا ساعات بأنهم لن يشاركوا، والآن هناك أخبار بأنهم سيذهبوا للكويت للمشاركة في هذه المشاورات؟ تفضل. نعم، يبدو أن هناك بالفعل أنباء عن موافقة الوفد الحكومي على السفر هذا اليوم. الواضح أن هناك أمرين اثنين، أولا الضغوط الدولية الكبيرة، وفي المقابل أيضا يبدو أن هناك تعهدات من ولد الشيخ على إعادة النظر في ما يسمى بخارطة الطريق وإعادة مناقشة هذا الأمر، وبالتالي إعطاء ضمانات باستيعاب مطالب الحكومة التي قدمت بورقة رسمية باعتبار المرجعيات الثلاث وأهمها القرار، وكذلك مناقشة الجوانب المتعلقة بالانسحاب وكذلك تسليم الأسلحة ومن ثم العودة بناء على ذلك. بمعنى أنهم لن يذهبوا حسب ما فهمت حتى هذه اللحظة، لا توجد طبعا تفاصيل حتى تكون في الصورة، بأنه سيتم العودة
اليوم ليلا، لكن كثير من التفاصيل لم تحدد حتى نعم. ربما كان يعني تصريح الرئيس وايضا الحكومه واضحه بانهم يريدون ضمانات حقيقيه، لكن هذه الانباء التي تحدث عن موافقه الوفد الحكومي للمشاركه يبدو انها لا توجد اي ضمانات. لو كانت هناك ضمانات كان سيتم التصريح عنها. نعم، حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان، يبدو أن هناك بيان سيصدر أو توضيح من الوفد الحكومي المشارك لاحقا، ولهذا قلت لك لا توجد كثير من التفاصيل، لكني قرأت المشهد حسب ما فهمت من بعض التواصلات بأن هناك بالفعل حديث عن إعادة النظر في ما يسمى بخارطة الطريق، وكذلك العودة لبحث مسألة الانسحابات و تسليم الأسلحة. حتى هذه اللحظة لا أستطيع أن أجزم بأي ظروف تمت عليه على أساسه هذه الموافقة، لكن هناك تأكيدات. إذن أستاذ فيصل، كيف ستؤثر يعني إذا ما ذهب وفد الحكومة إلى الكويت دون أي ضمانات لديهم، هل كيف سيؤثر على المفاوضات؟ كما تعلم هناك الميليشيا أتت إلى هذه المفاوضات من أجل نقطة واحدة وهي إكمال يعني ما تحدثوا عنه، بعكس الحكومة التي لا تريد إلا ضمانات من أجل التحدث عن النقاط. إذن هو بالفعل لا تزال كثير من هذه الأمور غير واضحة، وبالتأكيد أن الحكومة لو عادت هكذا بدون أي ضمانات فإن ذلك بالتأكيد سيؤثر حتى على أدائها، سيجعل الناس بالفعل يتساءلون يعني عن مسألة الإصرار والرفض في البداية ثم الموافقة، لكن بكل تأكيد لا تزال كثير من المعطيات غائبة عننا حتى هذه اللحظة حتى نستطيع التأكيد عليها بشكل أوضح. أشكرك جزيل الشكر المحلل السياسي فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. ميدانيا، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير منطقة مهمة غربية محافظة مأرب، وقالت مصادر محلية أن القوات سيطرت على منطقة حيد النضارة في مديرية الصرواح عقب معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع، وخلفت المعارك سقوط قتلى وجرحى وسط استمرار المواجهات في مناطق أخرى بالمديرية، فيما نفذ التحالف غارات جوية عدة على مواقع للميليشيا. إلى ذلك قتل 16 من ميليشيا الحوثي والمخلوع جراء المواجهات المستمرة في نهم بصنعاء. وقال المتحدث باسم المقاومة عبد الله الشندقي إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تمكنوا من السيطرة على جبل الجروف وجبل الشهداء والجبال المحيطة بهما في منطقة جبال يام. تقدم محكوم بالحذر، تبدو خطوات الجيش نحو العاصمة صنعاء مشوبة بأشياء كثيرة، أبرزها الضغوطات التي تمارسها بعض الدول الكبرى ضد الحكومة الشرعية وجيشها، وما يجري في السر يكشف ولو عن جانب منه في العلن. والله الأمور تحت السيطرة الحمد لله. نائب رئيس الوزراء عبد العزيز جباري الذي تحدث لوسائل إعلام عن ضغوطات دولية تمارس على الحكومة الشرعية كما تحول بين الجيش والتقدم نحو صنعاء، لكن جباري الذي تجنب تسمية هذه الدول أكد أن لا خيار أمام الشعب إلا الدفاع عن نفسه وحكومته ومؤسساته وطرد الميليشيا، كما شدد الرجل على أن عدم الذهاب إلى المشاورات في الكويت لا يلغي التحرك العسكري على الأرض. تبدو العمليات العسكرية التي تسير بخط موازن مع الجهود السياسية أيضا في أوجها. خلال الساعات القليلة الماضية أحرز الجيش الوطني تقدما على تخوم العاصمة صنعاء، وقالت المصادر إن الجيش سيطر على سلسلة جبال استراتيجية أبرزها جبل الذهب والجروف والشهداء وعدد من التلال الأخرى في منطقة يام بعد معارك عنيفة سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الطرفين، بينما أكدت هذه المصادر عن استمرار العمليات القتالية. إذن تبدو المواقف الدولية بالضغط على الحكومة مأخوذة من رمزية العاصمة أو هي في شكلها الخفي تأخذ طابع المواقف المساندة للرئيس المخلوع وجماعة الحوثي الإنقلابية البعيدة كل البعد عما طال الشعب والبلاد عموما، بينما يقع العبء على من يرزحون تحت وطأة سلطتهم الإنقلابية داخل العاصمة صنعاء وبعض المدن التي تخضع لسيطرتهم تحت الإكراه. في تعز، قالت مصادر محلية أن مواجهات عسكرية تجددت اليوم بين المقاومة ومسلحين موالين للميليشيا في جبل صبر،
وأوضحت المصادر أن المواجهات تركزت في منطقة الصراري مخلفة قتلى وجرحى، كما تشهد عدد من المناطق في المحافظة مواجهات متقطعة بين المقاومة والميليشيا. في محافظة حجة شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع الميليشيا في مديريتي حرض ومستبى. إلى ذلك قال مراسل قناة بلقيس أن ميليشيا الحوثي والمخلوع شنت قصفا على مواقع اللواء 25 ميكا في حرض، أعقبه تبادل للقصف بين الجانبين. هذا وتتواصل المواجهات المتقطعة بين الجيش الوطني والميليشيا في مناطق عدة بجبهتي حرض وميدي. في آخر مكان بالجمهورية وبداية مداخل المملكة العربية السعودية، تحديدا في حرض الحدودية التابعة لمحافظة حجة والواقعة على بعد نحو 6 كيلومترات فقط عن خط الحدود مع السعودية، والتي تبرز حاليا كمسرح كبير لمعارك تحدث بين الحين والآخر بين ميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة والجيش الوطني والمقاومة من جهة أخرى. تتوارد الأخبار من هناك عن اشتباكات عنيفة ومستمرة وهجوم بقصف الميليشيا مواقع اللواء 25 ميكا بقذائف الهون لترد عليها مدفعية الجيش الوطني في محاولة منها لكسر محاولات الحوثيين السيطرة على اللواء، ومنه السيطرة الكاملة على كامل حرض وجزء مهم من حجة الواقعة إلى الغرب من مدينة صعدة معقل الحوثيين الذين يعززون جبهاتهم في حرض وميدي منذ الأسبوع الماضي بعربات ومقاتلين ربما للاستعداد لهجوم قريب. كما حلق طيران التحالف بكثافة خلال اليومين الماضيين وشن غارات متفرقة على مواقع الحوثيين وقوات المخلوع صالح لاستهداف تعزيزات ومخازن سلاح وتجمعات لهم في حرض التي يسيطرون على أجزاء كبيرة منها، بينما يسيطر الجيش الوطني على أطرافها. تدور حاليا مواجهة في هذه الجبهة الهامة لترجيح الكفة كليا لواحد من الأطراف هناك. قالت مصادر محلية لمراسل قناة بلقيس في محافظة البيضاء إن مدنيين أصيبا جراء قصف الميليشيا قرى سكنية في المحافظة، وأكدت المصادر أن الميليشيا قصفت بقذائف الهاون قرية آل البارعي بمديرية الزاهر ما أدى إلى إصابة مدنيين. على مدخل قيفة بمديرية رداع يحتشد غبار المعارك ويتدفق المقاتلون إلى الجبهات لخوض أعنف الاشتباكات مع الحوثيين وقوات المخلوع. لا يختلف القتال في كيفية تفاصيله عن القتال في معظم مديريات البيضاء، لكنه هنا وفي قلب القرى وضواحيها يبدو أشد عنفا وضراوة. تقصف الميليشيا بآلياتها العسكرية المنازل وتشن حملات اختطاف لمواطنين مناهضين لتواجدها، فيما يقاوم الرجال ببنادقهم الشخصية هذه الهجمات والحملات الضارية. ورغم شح الإمكانات وتزايد المعاناة جراء قلة التسلح، إلا أن جدوة المقاومة لا تنطفئ وتكاد تسجل يوميا بعض الهجمات والإنجازات العسكرية المتواضعة بفارق التسلح والجهود الذاتية. وفي مديرية الزاهر تفشل المقاومة محاولات عديدة من الحوثيين لاستعادة المواقع التي انتزعتها منهم. أعنف الاشتباكات شهدتها منطقة آل حميقان، وتحاول الميليشيا التقدم للسيطرة على المنطقة بالكامل. يحدث أيضا في مديرية السوادية حيث لقي عدد من الميليشيا مصرعهم خلال الساعات الأخيرة في قصف مدفعي للمقاومة على مواقعها في منطقة الوهبية. جولة القتال هذه احتدمت بمديرية الصومعة، وفيها قصفت المقاومة بالمدفعية مواقع الميليشيا المتمركزة في منطقة عرقوب العقلة. وحدها البيضاء تقاوم بصمت ودون ضجيج أو استجداء الدعم الغائب من الحكومة أو من التحالف، الأمر الذي اعتبره مراقبون إهمالا متعمدا لهذه الجبهة. على قدر هذه الحرب إلا أن البيضاء لا تزال تقاوم، لكن ما كشفته هذه البقعة من اليمن ليس صمودها في أطول جبهة حرب، ولكن حقيقة أن من يمسك بهذه الأرض يمسك بقلب اليمن. فالبيضاء تتوسط 8 محافظات شمالية وجنوبية، وتمر منها معظم الطرق الرئيسية الرابطة بين أبين وشبوة ولحج وذمار والضالع وصنعاء. بقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. الجيش الأمريكي يدرس مضاعفة وجوده في اليمن للتصدي لتنظيم القاعدة. ضغوطات دولية على الوفد الحكومي لاستئناف الجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت.
الجيش يسيطر على منطقة مهمة في صرواح و18 قتيلا في معارك نهم بصنعاء. السفارة اليمنية في أنقرة تؤكد سلامة جميع اليمنيين جراء الأحداث التي تشهدها تركيا. من جديد أهلا بكم. أكدت السفارة اليمنية في أنقرة سلامة جميع اليمنيين المتواجدين في الأراضي التركية بعد الأحداث التي شهدتها البلاد بفعل محاولة الانقلاب الفاشلة. وأوضح القائم بأعمال السفارة طارق ضيف الله أن السفارة أجرت اتصالات مع قيادات الجالية اليمنية ولم تتلقى بلاغا عن إصابة أي مواطن يمني في الأحداث الجارية. وأشار القائم بالأعمال إلى أن وزير الخارجية على اتصال دائم مع السفارة للتأكد من سلامة جميع أفراد الجالية. هذا ودعت السفارة اليمنية في تركيا جميع أبناء الجالية إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم مغادرة مساكنهم إلا للضرورة. على صعيد آخر، قال جنرال أمريكي إن جيش بلاده يدرس مضاعفة تواجده في اليمن للتصدي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب والاستفادة من قوة الدفع التي حققها نجاح حملة الحلفاء الخليجيين على تنظيم القاعدة. ونقلت وكالة رويترز عن الجنرال جوزيف بوتيل الذي يشرف على القوات الأمريكية في المنطقة أن هناك مجموعة من المواقع قد تكون ملائمة لنشر القوات، لكنه لم يكشف عن هذه المواقع. هذا وأعلنت واشنطن في وقت سابق إرسال فريق صغير لتقديم دعم استخباراتي لقوات التحالف العربي قبل تحرير المكلا من تنظيم القاعدة. إلى عدن، حيث هاجم مسلحون مجهولون منزل قيادي في المقاومة الشعبية بالمدينة. وقالت مصادر محلية أن مسلحين هاجموا منزل القيادي في المقاومة عبد الرحمن شيخ الواقع في مديرية المنصورة. وأوضحت المصادر أن المسلحين أطلقوا نارا كثيفا على المنزل دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، مشيرة إلى أن المسلحين المجهولين تمكنوا من الفرار عقب الهجوم. إلى محافظة عمران، حيث تواصل منظمة أطباء بلا حدود حملتها لمكافحة الجرب في مدينة خمر ومخيم النازحين بمديرية حوث. وتستمر الحملة لمدة 5 أيام، حيث تستهدف المصابين وأيضا الأشخاص المحيطين بهم. على عكس النازحين، وجد وباء الجرب من هذه الأرض مكانا مناسبا له، فقلة المياه وظروف العيش المكتظة التي يفرضها وضع المخيم في مديرية خمر بعمران جعل منها بيئة خصبة لتكاثره وانتشاره. مخيم النازحين ليس مجهزا للسكن وبلا خدمات، ويعاني من نقص كبير في المستلزمات بحسب منظمة أطباء بلا حدود. حملة واسعة لمواجهة الوباء دشنتها المنظمة في مديريتي حوث وخمر بعد تزايد أعداد الإصابات فيها خلال الأشهر الماضية، إذ سجلت أكثر من 1927 مصابا منذ انتشر المرض مطلع العام الماضي. الحملة تتضمن مرحلتين، الأولى يتم فيها تقديم العلاج للمريض والمحيطين به، ومن ثم تنظيف الملابس والمستلزمات الخاصة بمياه تزيد درجة حرارتها عن 60 درجة مئوية لضمان التخلص من طفيليات المرض. ليبقى لسان حال النازحين الهاربين من الموت بسبب الحرب إلى أين المفر؟ نفذ ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز توزيع كميات من المساعدات الغذائية في المحافظة، وشملت المساعدات توزيع 4000 سلة غذائية على عدد من المستحقين في مديرية مشرعة وحدنان في صبر. بدعم وتمويل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ندشن اليوم توزيع 4000 سلة غذائية لمديرية مشرعة وحدنان بإشراف ائتلاف الإغاثة الإنسانية وتنفيذ مؤسسة نحن هنا للإغاثة. نحن هنا مدشنا 4000 سلة بالإضافة إلى 8000 كيلو من التمر موزعة على المديريات كامل. نشكر كل من ساهم في إنجاح هذا المشروع، نشكر كل اللجان التي انبثقت عن في المديرية وبالتعاون الأهالي وكل الوجهات الاجتماعية من أجل إيصال المساعدات الإغاثية التي قدمها مركز الملك سلمان. يواصل طلاب التبادل الثقافي المبتعثون إلى المغرب اعتصامهم لليوم الرابع أمام السفارة اليمنية في الرباط،
وطلب المعتصمون بسرعة صرف مستحقاتهم العالقة منذ قدومهم للدراسة قبل 6 أشهر. التقرير التالي والتفاصيل. لا داعي للسؤال عن مصير أوائل الطلاب الذين تخرجوا في العام 2015 ورافقتهم الأمنيات حين غادروا للدراسة في دولة المغرب، وها هم الآن يجلسون عند أبواب سفارة بلادهم مطالبين بالحقوق التي لم تصل منذ 6 أشهر، ولم يعثروا خلالها إلا على الوعود التي تنافي بعضها. نحن أوائل الجمهورية من نمثل الجمهورية اليمنية معتصمين في السفارة، لا نجد ما نعطيه للإيجارات، لا نجد ما نعطيه لغذائنا، وضعنا المعيشي سيء. نحن الآن معتصمين في السفارة من 3 أيام ولم يبدي أي تجاوب من قبل الجهات المعنية. 4 أيام ولم يصل صوتهم إلى الجهات المعنية ولم يهتم لأجلهم أحد، ومع الأهمية التي يمثلها هؤلاء الطلاب لبلادهم وللحركة التعليمية فيه، إلا أن التعامل مع مطالبهم لا يتم بصورة جيدة. بداية السنة إلى الآن 7 أشهر ولم نستلم أي مستحقات مالية رغم المطالبات المستمرة، رغم أن الطلاب التبادل الثقافي يأتون ببروتوكولات معينة بين الدول ولهم الأولوية في المستحقات، ويظلون يقفون متعثرين أمام أساسيات الحياة التي تسلبهم اهتمامهم وتركيزهم العلمي، وهو حال لا يقتصر على المبتعثين للدراسة بالمغرب بل يشمل معظم الدارسين في الخارج. فقبل أسابيع كان الدارسين في ماليزيا يقفون عند بوابات سفارة بلادهم في كوالالمبور، وقفات لا يبدو أنها ستنتهي قريبا في ظل تراجع الاهتمام بالتعليم إلى مستويات غير مسبوقة، وفي ظل عدم النظر إلى أحوال من ينتظر منهم تغيير مستقبل الجامعات وملتحقيها. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ضغوطات دولية على الوفد الحكومي لاستئناف الجولة الثانية من مشاورات السلام في الكويت. الجيش يسيطر على منطقة مهمة في صرواح، و18 قتيلا في معارك نهم بصنعاء. السفارة اليمنية في أنقرة تؤكد سلامة جميع اليمنيين جراء الأحداث التي تشهدها تركيا. نهاية النشرة، قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني وكذا التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.